سترجع الكرة من غازي وجليد، انطلاقة لجليد، يحاول جليد أمام لاعبين، خطأ. تدخل من فهم بوعزة في المرة الثانية، ارتكب الخطأ على جليد. مصطفى جليد صاحب الهدفين مع مولودية الجزائر. مولودية الجزائر ما لازمش يغيروا اللعب ديالهم، اللعب ديالهم بكرات قصيرة وسريعة، هذه الكرات الطويلة، الكرات الطويلة مع القامة الطويلة تاع المدافعين صعبة لاتحاد العاصمة، صعبة لمولودية الجزائر. كرة هناك خطأ، حاول يحيى شريف ولكن الكرة بالقائم. المركز الثالث للمولودية برصيد 10 نقاط، 4-3 تعادل في وحدة دون خسارة. الاتحاد في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، 4-2 تعادل واحدة وخسر واحدة. هيا الكرة العالية والصراع بين بوكاش وشفعي، والخطأ يقول الحكم لمصلحة المدافع. القامة الطويلة تاع العاصمة تسمح لهم كل كرة طويلة يفوزوا بها يا جماعة. محاولة بالراس للحارس جميلي. المولودية سجلت 7 أهداف، تلقت 4، وهذا هو الهدف الخامس. الاتحاد سجل 7، تلقى 5، يعني دفاع المولودية والاتحاد نفس الرقم، وتقريبا سجل الاتحاد 8 بهذا الهدف المسجل في مرمى المولودية. بن موسى رمي التماس ملعوبة، بوشما كرة طويلة، الإبعاد لقاسمي صاحب الهدف الوحيد مع بالعيد، الصراع يتفوق بالعيد، يلعب كرة مباشرة لجليد. سامي وجليد بسرعة والثنائي الخطير جدا، يحاول سامي يشير المرور، يحاول سامي يشير، هناك خطأ، راية مرفوعة وصفرة الحكم، والبطاقة الصفراء ربما لشافعي. نعم، بطاقة صفراء لشافعي بعد هذا المرور الممتاز والكبير والخطير من سامي يشير على الجهة اليمنى. المناورة ولم يجد شافعي الحل المناسب إلا العرقلة والتدخل بقوة لإيقاف باليد وليس بالقدم. تكلمنا على يشير، قلنا عنده القوة والسرعة، الكرات في العمق كلهم، هذه الكرات هذو اللي يستفيد بهم كمهاجم. حركة الانزلاق من شفعي كانت صحيحة، صاحب البطاقة الصفراء، ولكن باليد ارتكب الخطأ. باليد حقيقة كرة خطيرة، كرة لمصلحة المولودية عن طريق حشوب، قد تكون فيها خطورة. هذه الكرة الثابتة والصراع كما نشاهد داخل منطقة العملية، داخل الصندوق بين العناصر، الرقابة اللصيقة، واحد على واحد، المواجهات الكبيرة، ويتدخل الحكم السيد نسيب الرضوان. حشود، كرة خطيرة، حشود، لا، كرة ضايعة برأسية من بوغاش، أخطأت المرمى وإلى ضربة مرمى للاتحاد. الكرة الأفضلية كانت تروح القائم الثاني، وإن كانوا عدة لاعبين تاع مولودية الجزائر اللي جاوا من وراء. جمال، لم تلعب بالطريقة المثلى، بالطريقة الجيدة، بالإجادة أو الكفاءة اللازمة. هذه الكرة ضاعت. القامة الطويلة تاع اتحاد العاصمة، كل الكرات القصيرة لهم اتحاد العاصمة.